سعيد اليوم بممارسة حقي الدستوري كمواطن لانتخاب رئيس الجمهورية للفترة القادمة، وبما أن فرصة أتيحت لي من خلالكم أدعو كافة المواطنين والمواطنات في الداخل وفي الخارج للإقبال على صناديق الاقتراع والمساهمة الواسعة والقوية في هذا الاستحقاق الانتخابي، لما يمثل هذا الاستحقاق من أهمية أولاً في تعزيز المسار الديمقراطي في بلادنا العزيزة، وكذلك وأنتم تعلمون أن هذه الانتخابات تجري في ظل سياق إقليمي ودولي بالغ التوتر والاضطرابات، وقد يكون مرشح إلى التطور بمخاطره وبتداعياته، لكن أني على ثقة بأن الشعب الجزائري الأبي سوف يختار المرشح الأكثر استحقاقاً لضمان استقرار وتقدم ومناعة الجزائر، في جزائر مزدهرة، في جزائر راقية، في جزائر منتصرة.